بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات كورس الفيو. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الايكو سيستم والبلانت اديتور. الايكو سيستم ده اللي هو النظام الخاص بتوزيع النباتات او الاوبجكتس على اسطح معينة، جبل او الى اخره. يعني على سبيل المثال، لو احنا مثلا رحنا خدنا ضغطنا حطينا سفير وزقينا السفير دي لجوه شوية بالشكل ده كده، وجينا مثلا على السفير دي دبل كليك ورحنا على ال color مثلا وعملنا دبل كليك، او بلاش على ال color، تعالوا ناخد ميكسد ماتيريال. تمام، ممكن ناخد مثلا ماتيريال زي حاجة زي كده، مثلا حاجة بالمنظر ده، وممكن الماتيريال التانية تبقى يكون على سبيل المثال حاجة بالشكل ده كده، يعني حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. لو احنا روحنا للبلند مود وقلنا له كفر، زودنا شوية وروحنا للانفلونس وعملنا ديستريبيوشن ماتيريال، زودنا شوية او خففنا الالتيتيود، لا نزوده احسن، ونزود الاورينتيشن بحيث نلفها شوية، والابيرنس نفس الموضوع. ممكن نيجي للميكسد ماتيريال او للديستريبيوشن ونضغط دبل كليك ونعمل لها مثلا دي اي ديسبليسمنت ماب بالشكل ده كده ونعمل اوكي. طبعا انا عايز اروح للماتيريال التانية شوية واعمل اوكي بالمنظر ده. لو انا جيت عملت ريندر تمام هيديها لي بالشكل ده كده. طيب لو انا عايز اعمل نباتات على الكورة دي، ممكن على سبيل المثال ان انا طبعا احرك الكاميرا بس، ممكن اروح احط بلانيت، ده بلانيت عادي بالشكل ده كده. طبعا انا مش هقدر اظبطه من هنا، فهعمل كليك واروح هنا مثلا تمام واطلعه هنا كده. ممكن ان انا اكبره بالمنظر ده كده. عايز بقى ادخل في الاديتور بتاع البلانت ده، هعمل دبل كليك يدخلني في الاديتور. الاديتور ده بصراحه جميل جدا 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 جدا. اول حاجه ممكن ان انا اظبط البريفيو اوبشن ان هو يعمل لي اوتو ريندر للنبات. طبعا بتحرك فيه زي الفيو بالظبط، كليك يمين وبلف زي ما انا عايز تمام. ضغطه بيعمل لي اوتو ريندرنج. عندي بعد كده لو انا عايز اعمل نبات جديد، عندي بعد كده لو انا عايز اعمل حفظ للنبات ده بعد ما اعدله، ممكن تعدله زي ما هنشوف دلوقتي. عندي بعد كده ممكن لو ضغطت على دي اخلي النبات ده يستجيب لحركة الرياح، واقدر ان انا هنا اظبط الاستنسيفيتي بتاعت او حساسية الاغصان تمام والليفز. ماشي بالمنظر ده كده. طبعا انا كده لو عملت كده وسبت هيلف بالشكل ده. طيب عايزين نجيب نبات تاني يبان عليه الموضوع ده، تعالوا ندلت ده وتعالوا نعمل رايت كليك وناخد مثلا اي حاجة يبان عليها الموضوع ده. ناخد تريز زي دي تمام بالشكل ده كده بالمنظر ده، ودبل كليك عشان نخش جوه البارامتر او البارامترز بتاعتها. اول حاجه بيقول لك اول سبسيتس. معنى اول سبسيتس ان انت في البارامترات دي تقدر تتحكم في كل حته في النبات ده، زي الجذع او الورق او الاغصان او الكلام ده كله. لو انا نقيت من هنا قلت له الترانك بس تمام هيجيب لي الجذع بس، لو قلت له البيز بس يبقى هيجيب لي البيز بس، لو قلت له اول سبسيتس هيجيب لي كل ال لو قلت له اوبن جي ال بريفيو بس علشان نسهل الموضوع حبتين. ممكن هنا
ده بالنسبة للغصن أو بالنسبة للجذع والأغصان الخامة دي، بالنسبة للأوراق الخامة دي. لو أنا عايز أغير الخامة دي، لو ضغطت على هنا واخترت أي خامة، أي خامة تعجبني، في هنا بلانتس ممكن أقول له باركس، أقول له أي واحدة تعجبك من دول. في تريز كل اللي عليهم علامة، دول على فكرة خامات مش فري، يعني كلها خامات، كلها خامات بيد لازم تشتريها، كل خامات التريز بيد لازم تشتريها. عامة ان شاء الله هديلكوا شوية خامات كنت انا نزلتها، مش فاكر والله نزلتها منين، لكن هما شوية مكتبة خامات كويسة، حتى الاغصان الاشجار والكلام ده كله. مؤقتا انا هاخد خامة من الباركس، ولو انها ما تمشيش هعمل اوكي بالمنظر ده كده. ممكن ازود اللينكس بتاع الاغصان زي ما انا عايز، ممكن الفول اوف اللي هو تساقط الاوراق ممكن ان انا ازوده، ممكن ازود التمدد بتاع الاغصان، ممكن الديامتر اللي هو القطر، ممكن الدروب ان انا انزل الاغصان لتحت، تمام، ممكن الانجل ان انا اعكس الزاويه بتاعه الميل. ده بالنسبه ليه الحاجه الخاصه بالجذور والاغصان والافرع. عندي بعد كده في الليفز او في الاوراق، لو ضغطت هنا كده ممكن اختار اي ورقه او اي صوره تعجبني. ممكن لو انا ضغطت هنا، لو انا قلت له نيو ليف، ممكن ان انا اعمل صوره في الفوتوشوب خاصه بالاوراق وارجع ان انا اعمل لها او ان انا احملها هنا فتشتغل معايا كويس جدا. لو انا رحت هنا عملت كده ممكن اخد اي صوره تعجبني، لكن طبعا احنا ما عندناش صور خاصه بالليفز او صور خاصه بالاوراق. طبعا هنا بقول له اللينكث اللي هو طول الورق، هنا بقول له الويث اللي هو العرض، هنا بقول له الراندومنس اللي هو العشوائية، هنا الفلكسبيليتي اللي هو تفاعل الأوراق دي مع الرياح، لو زودتها هيبقى فيه تفاعل أكتر مرونة، الكيرل اللي هو الأوراق دي تبقى لفة حوالين نفسها بالمنظر ده. طبعا الأوفرال كلر ممكن إن أنا أخليه ناحية الأخضر المصفر شوية. بعد ما بخلص هعمل أوكي. في حاجة كمان، ان انا لو ضغطت على البوليجونز ممكن لو عملت كده بزود عدد البوليجونز وبالتالي بزود الدقه بتاعه النبات نفسه. لو انا عملت اوكي بيجي لي هنا بالشكل ده. لو جيت انا عملت رندر، عايز انزل تحت شويه كده، جيت اعمل رندر تمام هلاقيه بالشكل. طبعا ده بريفيو ريندر، لو احنا عايزين نزود الدقه شويه ممكن اقول له فاينل تم او برودكاست واقول له ريندر تو سكرين، ممكن نعلي السكرين دي شويه بحيث بس ان احنا نشوفها بشكل اوضح. تمام هلاقيها بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للبلانيت اديتور. طبعا تقدر تعمل دبل كيت زي ما انت عايز، تقدر توزعهم زي ما انت عايز. اقدر ان انا الف دي شوية كده تمام واحطها مثلا هنا كده بالمنظر ده كده، حاجة كده مثلا. طيب ده بالنسبة لو انا عايز احط بلانت واحد او اتنين او تلاتة. طب انا عندي، لو انا عندي مساحة كبيرة، عندي مساحة كبيرة وعايز المساحة دي افرد عليها بلانتس، الموضوع ده مش هينفع. مش هينفع اعمل دوبلكيت ل 200 300 شجرة واقعد اعدل في كل واحدة لوحدها. في دي بقى بيجي لك الايكو سيستم. الايكو سيستم اللي هو نظام التوزيع. عندي في الايكو سيستم على فكره حاجتين، يا اما بضغط على هنا ودي بينت ايكو سيستم، خلاص ان انا بعمل بينتنج للايكو سيستم. ازاي؟ عندي اول حاجه ممكن اقول له سنجل انستنسز، بمعنى ان انا لو ضغطت ضغطه واحده هيجي لي نبات واحد بس في المنطقه اللي انا ضغطت فيها. لو انا قلت له برش، معنى كده ان انا هفضل يعني ارسم زي الفوتوشوب كده والنباتات تترسم او تنزل مكان ما انا برسم. عندي بعد كده الاريزر، همسح اللي انا عايزه. عندي الكالرنج والسكيل، مكان ما همشي هيعمل لي الكالر ده وهيحول لي السكيل بتاع النباتات للسكيل ده. احنا الديفولت بتاعنا هيبقى البرش. في حاجه كمان، ان انا لو عملت ديسبلاي اوبشنز خلاص بيوريني النباتات بشكل الى حد ما اقل جوده شويه من النهائي، وده عشان الريندر او الجهاز بتاعك ما يتقلش،
ممكن طبعا اخرها السموث شيدد كده هتبان بالظبط كانها معمول لها ريندر. انا ممكن اقول له واير فريم عشان تبان بشكل اخف شويه. هقول له براش واروح بعد كده اضغط على اد. ممكن احط روكس، ممكن احط بلانتس، ممكن احط اوبجكتس. فانا عايز بلانت، نختار مثلا اي بلانت احنا عايزينه زي ما اتفقنا. كل بلانتس او كل الاوبجكتس اللي محطوط عليها العلامه بتاعت الصدفه او الشيل دي، تمام، من اللهم صل على النبي شركه اسمها كو مش عارف ايه كده يعني. عامه لو انا عملت دبل كليك اهي كورنوكوبيا 3 دي. طيب مفيش طبعا. طيب اروح على البراشز، اروح على الفلاورز جريسز. ممكن اخد الجريس ده. وخلي بالك من حاجه، ان هنا بيظهر لك عدد البوليجونز اللي بتكون النبات او النبته دي. اختار دي مثلا، مش مشكله. خلي بالك من حاجه، مجرد ما بتعمل اوكي الفيو بيعمل كاشنج للنبات ده جوه الميموري، بحيث لما تيجي تحمله بعد كده او لما تيجي ترسمه بعد كده ما يبقاش تقيل. لو انا عملت اوكي هستنى شويه، اهو بيعمل له كاشنج بالمنظر ده كده. لو انا حتى جيت عملت له ريموف وجيت احطه تاني هلاقيه مش هياخد وقت. انا عملت كده وقلت له بلانت وخدت نفس النبات وعملت اوكي زي ما انت شايف، ما خدش وقت. طبعا هنا اقدر ان لو ضغطت ورسمت هيرسم النبات ده. طيب تعالوا نشوف اول حاجه البراش راديوس، وده القطر بتاع البراش نفسها بالمنظر ده كده. عندي البراش فلو اللي هي دي تقدروا تقولوا عليها زي التابلت، اللي هو لما انت بتضغط تمام فالكثافه بتزيد. السكيل ده الحجم، الكلر طبعا عادي جدا واضح. الدايركشن فروم سيرفيس اللي هو النبات ده هل هو مايل على السطح ولا مش مايل على السطح. تمام لو انا ضغطت مثلا ورسمت كده تمام فبيرسمها لي بالمنظر او الشكل ده كده. لو انا جيت عملت ريندر هلاقيها بالمنظر اللي احنا شفناه ده. ممكن ان انا اعمل اندو، ممكن ان انا اعمل كلير فيشيل لي كل حاجه من هنا. طيب فرضا ان انا عايز ارسم واتحكم في الكثافه بالرسم بتاعي بالفرشه، في الحاله دي بتشيل ليميت دنسيتي. ليميت دنسيتي معناها ان هو محجم الكثافه ل 50%. لو انت عملت كده ورسمت اظن زي ما انت شايف الوضع اختلف 360 درجة. خلي بالك ان كل اللي بيترسم ده بص تحت على عدد البوليجونز، يعني دخل كده في 14 مليون بوليجون. طبعا يعني الجهاز بقى ربنا يديله الصحة. طبعا هنستنى عليه شوية لغاية ما يعمل الريندرينج، بس هيطلع الشكل بصراحة جميل جدا جدا جدا. اوقف على ما الريندر يخلص. زي ما انتم شايفين الشكل اللي نتج تمام ملوش اي علاقه بالدايره خالص اللي احنا كنا عاملين ده بالنسبه للايكو سيستم بدون ان احنا ما نعمل ليميت دنسيتي. طيب في حاجه تاني او في كتير. خلي بالك ان انك انت لما بترسم ايكو سيستم بطريقه البينتنج او بطريقه الرسم ده كده، الايكو سيستم ما بيلزق بالبلدي كده ما بيلزقش على الجسم. بمعنى ان انا لو خدت السفير دي تمام ورحت جاي محركها، طبعا انا كده راسم الايكو سيستم اشيل وانقي السفير. بصوا كده لو حركت السفير كده الايكو سيستم زي ما هو زي ما هو. ليه؟ لانه بيرسم على السطح ملوش علاقه بالجسم نهائي. طيب نرجع تاني للايكو سيستم ونشوف حاجه حلوه قوي. طبعا انا هنا رسمت نبات واحد فقط. طب لو انا جيت عملت كلير شلت ده كله وجيت شلت النبات ده وجيت عملت اد بلانت وخدت مثلا مثلا رحت لبراشز خدت على سبيل المثال خدت جريس، خدت مثلا الباتش اوف جريس ده وعملت اوكي. طبعا بيكاش في الرام. وخدت كمان اد بلانيت، خدت مثلا الدراي. يبقى احنا كده خدنا نوعين من النباتات وجيت عملت اوكي برضو هيتكايش في الميموري. طيب انا دلوقتي لما هاجي ارسم هرسم خليط من الاثنين دول، هرسم خليط من الاثنين دول. يعني لو عملت كده وضغطت
رسمت الشكل ده كده كده انا رسمت خليط من الاثنين زي ما انتم شايفين، رسم كمان بره السفير. طيب انا لو عملت كلير وجيت قلت له حاجه اسمها ريستريكت تو سيلكتد اوبجكت، معناها ان انت تقيد بالاوبجكت اللي انا عامل له سيلكشن. لو انا جيت عملت كده تمام هلاقيها اتظبطت الى حد ما بعض الشيء، ولو انا جيت عملت ريندر هنلاقي الريندر طلع بالشكل ده كده. خلي بالنا هو طبعا خد وقت طويل في الريندر بصراحه، يعني لو احنا خدنا بالنا الشكل طلع جميل جدا، بس لو احنا جينا نبص تحت هنلاقي عدد البوليجونز 13 مليون بوليجون. طبعا لو انا ممكن اقول له هنا البوليجون كاونت، او ممكن اقول له افيلابل ريسورسز، انا عندي ريسورسز فري قد ايه في الجهاز، ممكن اقول له اليوزد جي بي يو ريسورسز هو استخدم قد ايه من كارت الشاشه. طبعا انت حر ممكن تقول له انا دايما بحب الافيلابل ريسورسز لكن بصراحه بنسى اغيرها تمام، فهنخليني على افيلابل ريسورسز بالشكل ده كده. طيب لغايه كده حلو جدا. طب فرضا لو انا جيت عملت كلير وجيت خدت ده كده، جيت رسمت هنا شويه حشيشه كده، والباقي انا عايزه واحد بس من دول، عايزه وليكن اللي هي الدراي ويدز دي، ممكن اعلم عليها واقول له بس اونلي سيلكتد اليمنتس. في الحاله دي هياخد بس اللي انا عامل له هنا سيلكشن. ممكن ان انا اقلل السكيل حبه تمام بالشكل ده كده، وارسم تمام زي ما انا عايز تمام بالمنظر بالشكل ده كده. ممكن اكبر السكيل شويه، ممكن اغير اللون نفسه تمام اخليه ياخد خضار تمام بالشكل ده كده. لو انا جيت اعمل ريندر نقفل بقى الايكو سيستم ونعمل ريندر وارجع لكم بعد الريندر. طبعا ده كده الريندر النهائي للعمليه. طبعا الريندر جميل وزي الفل ومفيش اي مشاكل، بس نخلي بالنا برضو انه واخد وقت طويل جدا. لو رجعنا بعد كده للايكو سيستم ممكن ان انا اخد الاريزر تمام وبرضو امسح بعض المناطق مثلا من هنا، ممكن اخد ده امسح برضو شويه من هنا تمام. لو انا شلت ابيت تمام، ولو قلت له مفيش هنا ريستريكتد كده بيمسح اهو زي ما احنا شايفين، بس طبعا يعني موضوع المسح عايز وقت طويل شويه. ده بالنسبه لكل البارامترز بتاعه الايكو سيستم. ده بالنسبه لنظام البينتنج في الايكو سيستم. في نظام تاني اللي هو نظام ان انا اخلي الايكو سيستم ده عباره عن ماتيريال، بمعنى ان انا لو عملت كلير بالشكل ده كده ورحت دخلت للماتيريال اديتور وجيت على الديفولت، طبعا ممكن اخلي اي واحده من دول ايكو سيستم. طب انا لو ضغطت كده وقلت له دي تبقى ايكو سيستم معناها ايه؟ معناها ان انا بستخدم الوان الخامه دي في توزيع الايكو سيستم. ده لو انت عايز تستخدم الوان خامه في توزيع الايكو سيستم، طبعا نزل لك تحتها اولد روك وتحتها الايكو سيستم. ممكن تستخدم خامه واثنين وثلاثه على فكره، ممكن اقول له اد بلانيت، ممكن اخد بلانيت زي ده اللي هو الباتش اوف جريسز. طبعا هنا 9000 ل 15000 بوليجون، اعتقد هياخد وقت طويل في الريندر. ندور على حاجه اقل شويه 2500 ل 9000 كويسه تمام. نعمل اوكي، طبعا نعمل لها لودنج في الميموري الاول. بعد كده ممكن لو انا عملت بيبيوليت، لو ضغطت كده عملت بيبيوليت هيقوم عامل لي بيبيوليشن للايكو سيستم بالمنظر اللي احنا شفناه ده كده. طبعا زي ما انتم شايفين البيبيوليشن معمول هنا. طب ايه اللي بيخليني اتحكم في القصه دي؟ طبعا الاول لو احنا جينا عملنا ريندر للموضوع ده هنلاقيه بيتم بسرعه. ليه؟ لان انا ما عنديش بيبيوليشن كتير بالمنظر ده كده. طيب انا ممكن لو انا رحت لل density
ممكن هنا ازود الدنسيتي او ازود الكثافه شويه. مش عارف هو انا دبل كليك نرجع نجيب الخامه تاني وسيلكت السفير ونجيب الخامه مره تانيه نروح على دي كده خلاص. ده كده الدنسيتي. طبعا لو انا رجعت عملت بوبيوليت مره تانيه الاقي الكثافه زادت. تمام، ممكن ان انا اروح للسكيل وازود السكيل شويه الاقيها بالمنظر ده كده. وزي ما احنا شايفين هو واخد توزيعه الخامه وموزع عليها الايكو سيستم. ممكن هنا في هنا بيقول لي الاندرلينج ماتيريال، الماتيريال اللي بيتم على اساسها التوزيع. ممكن طبعا ان انا اغير الماتيريال دي خالص، ممكن احط ماتيريال تانية خالص، ممكن اغير السكيل اخلي السكيل ده بنص. تمام، فالتوزيع هيتغير. طبعا لازم اضغط ديبيوليت مره تانية عشان التوزيع يتغير. لو انا ضغطت على دنسيتي وجيت قلت له مثلا على سبيل المثال، لا بلاش دنسيتي خلينا نروح لسكيل، وجيت انا حطيت فاريبل سكيلينج يعني حطيت سكيل متغير. طبعا انا بقى فيه كبير وفيه صغير، ممكن اقول له البريزنس او مكان الايكو سيستم دي. ممكن لو انا جيت زودت ده كده وجيت عملت بيبيوليت، او جيت قللت ده كده وجيت عملت بيبيوليت، هلاقي الايكو سيستم على فكره بقى ورا ما عادش بقى قدام. طبعا كده المنظر ده وجيت عملت بيبيوليت هيجي لي تاني زي ما كان. ممكن اقول له فازنس توب بحيث ان انا ادمج او اخلي الدمج سموث بين العناصر اللي في التوب وتحت هنا البوتوم بين العناصر اللي في البوتوم. عندي بعد كده ممكن اقول له باي ماتيريال، في الحاله دي بستخدم توزيع الماتيريال في توزيع الايكو سيستم. عندي هنا الكالر لو انا عايز اغير الاوفرال كالر. عندي السكيل ممكن ان انا اعمل رايت كليك واقول له لود فلتر واحط اي فلتر يعجبني بحيث ان انا اتحكم بيه في السكيل، وليكن فلتر زي ده كده. وجيت عملت بيبيوليت. طبعا ممكن احط ايكو سيستم تانيه، اجي على الروك اللي هي موجوده هنا دي ورايت كليك او من غير رايت كليك واقول له ايكو سيستم نفس الموضوع، واروح هنا واقول له اد بلانت واخد اي بلانت تاني يعجبني وليكن مثلا بلانت زي دراي براش. طبعا هياخد وقته شويه. بعد كده اقوم قايل له بيبيوليت. تمام، ممكن اعلي الدنسيتي نفس الموضوع واكبر السكيل شويه واقول له بيبيوليت مره تانيه. ممكن اجي على البريزنس ونفس الموضوع واقول له بيبيوليت، واقوم جاي عامل اوكي واعمل ريندر. طب هلاقيه متوزع بالشكل ده كده. طيب ايه الفرق بين ده وبين الاولاني؟ الفرق بين ده وبين الاولاني ان انا لو ضغطت على السفير وجيت مسكت السفير كده وحركتها فالايكو سيستم بيتحرك مع السفير. اذا انا استفدت من ده ان انا اقدر ان انا احرك النباتات دي مع الاوبجكت لو كان الاوبجكت متحرك. اخر حاجه هتكلم عليها في انظمه التوزيع او الايكو سيستم، لو انا عندي انفينيت بلين او بلين لا نهائي، بمعنى ان انا لو انا رحت عملت رايت كليك على الماونتنز او ضغط وخلتني ضاغط شويه كده مثلا، ده انفينيت ترين. معنى كلمه انفينيت يعني ايه؟ يعني ان انت كل ما بتمشي بالكاميرا كل ما الفيو بيعمل لك جنريت للبوليجونز، فكده انت طول ما انت ماشي معاك ارض. طب انا لو ضغطت كده ورحت جاي عامل اوكي بالمنظر، طبعا هيقول لي انت بتعمل كرييشن لانفينيت بلين فهيشيل الجراوند بلين. هقول له مفيش مشكله يس. تمام، فور رياليستيك اتموسفير ريندرنج. تمام، يو شود ادجست ذا ليفل اوف ذا سي. مفيش اي مشكله خالص. تمام كده هنستنى شويه، ولو انا جيت اعمل ريندر بقى تمام هنلاقي الريندر بالشكل ده كده. طب انا لو عايز احط ايكو سيستم او نباتات على المساحه دي كلها، طبعا على فكره المساحه دي مش كده بس، ده انت لو سقيت الكاميرا جوه كده تمام طول ما انت ماشي هيعمل جنريت ليه. طبعا انا عايز اقلبها كده، هبصوا عمل جنريت لمين؟ ليه ارض. طب انا عايز يعني لو عملت كده تمام عشان نشوفها برضو، عايز طول ما انا ماشي يبقى معايا الايكو سيستم ده، يعني بتعمل له جنريشن مع الجنريشن بتاع
الجبل، عشان كده الجبل ده اسمه انفينيت بلين، يعني طول ما انت ماشي بيتعمل جنريت للبوليجونز، يعني مش هينتهي. طب بالمنظر ده انا هيبقى عندي عدد كبير جدا جدا من الايكو سيستم، طب انا هعملها ازاي؟ دي بقى بنسميها دايناميك ايكو سيستم. شايف بالمنظر طبعا مش هكمل ريندر، انتوا فهمتوا اللي مقصود. طب انا عايز اخليه يمشي مع الجبل ده، عادي جدا هقوم جاي عامل دبل كليك على الماتيريال، تمام، واقول له ايكو سيستم، بحيث ان هو يحط لي ايكو سيستم. بس المره دي بقى هعلم على دايناميك بيبيوليشن. لو شلت دايناميك بيبيوليشن دي يبقى انت كانك بالظبط بتولع في جهازك بايدك. ليه؟ لان هو هيحط الايكو سيستم في كل المناطق بتاعت الجبل ده، وطبعا بالمنظر ده كده يعني بتعالج حاجات او بتعمل ريندر لنباتات انت مش محتاجها. لكن بدايناميك بيبيوليشن هو بيحط النباتات بس في المناطق اللي الكاميرا شايفاها، وهنشوف دلوقتي ازاي. لو انا رحت للبلين وقلت له بلانت، وجيت خدت من التريز مثلا، خدت اللي هي الرورال مابل تري، وجيت عملت اوكي، هيعمل كاشنج في الميموري على طول. هقول له الدنسيتي، ازود الدنسيتي شويه، وهقول له بس بريفيو. طبعا هيستنى شويه وبعدين هيورينا البريفيو. طبيعي لو انت جيت تبص هتلاقي ان البريفيو هنا مش باينه. طيب لو احنا ضغطنا دبل كليك وجينا ضغطنا في التوب فيو ومشينا بعيد شويه كده، تمام بالمنظر ده كده. انا عايز اجيب مكان الكاميرا بتاعتي، ادي الكاميرا بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا السي ليفل ما كانش مظبوط، عاوز اقلله شويه، تمام. لو رحنا بقى ليه الجبل نفسه، لو انا جيت ضغطت دبل كليك على الماتيريال بتاع الجبل ككل ورحت للفولد وايت وقلت له ايكو سيستم تاني، وجيت عملت اد بلانت وخدت الشجره دي، جيت قلت له بريفيو، تقريبا مش نشره لان السي ليفل بتاع الجبل نفسه مش مظبوط. طيب لو انا خدت البراون وخدت الترين نفسه دبل كليك كده، دخلت جوه الترين اديتور، لا مش هحتاج الترين اديتور، انا اجرب على الانفينيت ترين، الظاهر ان هو مش مظبط او مش مظبوط. ممكن اروح على نحط مثلا نحط بروسيدرال تيرين مثلا، حاجة زي كده، برضه مش عايز يتحط. طيب لو رحنا ليه حطينا ترين عادي، هو ده عيب عندنا من كارت الشاشة، صلحه وارجع له تاني. انا عملت ملف جديد، هروح للجراوند دبل كليك واروح للماتيريال واخليها ايكو سيستم ماتيريال. لو انا رحت بقى الجنرال ورحت الاد وخدت بلانت وجيت خدت البلانت ده وجيت قلت له بريفيو، تمام. لو جينا نعمل ريندر تمام، ثواني كده يعمل ريندر. طبعا هو المره اللي فاتت هنج عشان الجراوند، لكن انا هحطه على ترين وهضغط دبل كليك على الترين واخليها ايكو سيستم واقول له دايناميك بيبيوليشن
واروح لاد، هقول له بلانيت، واخد دي مثلا كده، وهقول له دايناميك بوبوليشن، اقول له بريفيو، هلاقيها بالشكل ده كده. هو بيحطها يعني على حسب اعدادات عنده. هو اقدر اقول له الدنسيتي، ممكن ازود الدنسيتي شويه، ممكن اقول له بريفيو، هيخليها لي بالشكل ده كده. طيب ممكن لو قلت له جنرال، قلت له اد بلانيت، وخدت مثلا بلانيت تانيه وليكن اليلو ادر، تمام، قلت له كلير، ورجعت قلت له بريفيو مره تانيه، هو بيوزعها على حسب الماتيريال. طبعا الدنسيتي ممكن ان انا اروح اقول له بوست كواليتي، واقول له رندر مره تانيه. طبعا هسحب بس الكاميرا بعيد شويه كده عشان اشوفه، تمام. ممكن ان انا اقول له البريزنس، لو انا عايزه يبقى على القمه بس، هقوم قايل له الالتيتيود رينج، واقول له بريفيو مره تانيه كده، يبقى انا بزقهم على القمه فقط. ممكن كمان احط لاير جديده، تمام، احط مثلا اي حاجه وليكن، مش مشكله لاير جديده حتى، اي نيو لاير مش مشكله، واخلي النيو لاير دي برضو ايكو سيستم ودايناميك بوبوليشن. ممكن ان انا احط بلانيت، واحط مثلا حاجه تانية خالص غيره وليكن الامبريلا، واقوم قايل له برضو ريفيو، تمام. بس في دي بقى هاجي في البريزنس وازقها كده، واقول له بريفيو عشان يجيبها لي تحت وكده، عشان انا عايزها تبقى تحت شويه، ما تبقاش جايه من فوق، تمام. وفي الدنسيتي ازود الدنسيتي واعمل بريفيو، ممكن ازود الدنسيتي شويه كمان، ممكن السكيل اعلي شويه كمان، واقول له بريفيو. في البريزنس تمام بالشكل ده كده، ممكن اقول له فازنس توب وفازنس بوتوم، بحيث ان هي تبقى، شفت التدريج جاي حلو قوي على فكره. لو زودت كمان شويه بريفيو، ممكن اروح على الدنسيتي، ازود الدنسيتي حبه، واقول له بريفيو تاني، تمام، هلاقيها بالمنظر ده. ده لو عملنا ريندرنج، ده بالنسبه لشكل الريندر بالدايناميك بوبوليشن كده. تقريبا يبقى احنا غطينا كل حاجة في الايكو سيستم. ان شاء الله اشوفكم في المحاضرة الجاية، وعذرا للصوت، وعذرا لشوية اللخبطة اللي حصلت من كارت الشاشة. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.